مشاهدينا الكرام، لتعليقي حول الموضوع ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. اهلا بك يا دكتور جاسم. اهلا وسهلا. كما نرحب بالصحفي العراقي الذي ينضم الينا من بغداد عبر الهاتف الاستاذ احمد الجميلي. اهلا بكم استاذ احمد. اهلا بك. اذا بدات معك يا دكتور جاسم، مهله الوطن التي اعلنها ثوار تشرين انتهت وبدانا نرى تصعيدا سلميا في الشوارع، كيف تابعت الحراك خلال اليومين الماضيين؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أن الحراك يعني مستمر على الرغم من الظروف الجوية غير الجيدة. أعتقد أن هذا فيه رسالة كبيرة للعراقيين والعالم، أن شباب العراق مصرون على التغيير رغم كل الظروف غير الطبيعية، وعلى الرغم من حالة اللا خجل الموجودة لدى السلطة الحاكمة، لأننا مع الأسف وصلنا لمرحلة لدى هؤلاء هي مرحلة اللا خجل من الشعب. يعني لو كان هنالك لدى هؤلاء يعني ذرة من الخجل، وحقيقة أنا لا أستثني أي زعيم كتلة موجود داخل العملية السياسية، لأننا منذ أكثر من 3 أشهر نحن قرابة 100 يوم نحن في المظاهرات، وعلى الرغم من ذلك هم يتجاهلون أو يتغابون عن مطالب الجماهير العراقية، وهذا حالة سلبية لا تبشر بخير ولا تؤكد أن هؤلاء ينتمون للعراق، لأن من ينتمي للعراق والعراقيين يفترض أن يشعر بمعاناة الشعب، وهؤلاء يبدو أنهم لا يريدون أن يشعروا بحالة المواطن العراقي، لأن الحالة العامة اليوم في البلاد هي حالة بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى يعني تطور ينهي الحالة السلبية القائمة، ويقدم زعماء القتل والموت إلى المحاكمة، ويقدم سراق البلاد إلى المحاكمة. أما هؤلاء فيبدو أنهم يعلمون أن هذه الاتهامات غالبيتهم هم يعني داخلون بها، وبالتالي حريصون على أن تبقى هذه الفترة الضبابية ما بين حالة الثورة واللا ثورة أطول وقت ممكن من أجل الحفاظ على سلامته. ستبقى معنا دكتور. ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف من بغداد أحمد الجميلي الصحفي. أحمد، كيف تقيم تعامل الجهات الحكومية والميليشيات مع هذا التصعيد السلمي للمتظاهرين؟ نعم، تعامل القوات الحكومية وبمساندة الميليشيات المرتبطة بالأحزاب المشاركة في السلطة كان واضحا قبل حلول يوم 20 وانتهاء مهلة الناصرية كما سميت بهذه التسمية، حيث شاهدنا أن شوارع بغداد أصبحت مليئة بمختلف القطاعات العسكرية، بداية من مناطق غرب بغداد إلى أقصى شرق بغداد، انتشرت مختلف القطاعات العسكرية من جهاز مكافحة الإرهاب وأيضا قطاعات من الجيش العراقي وكذلك الشرطة الاتحادية وغيرها من الجهات الأمنية، كل ذلك كان لمحاولة احتواء هذا الحراك الشعبي وتطويقه من أجل منع المتظاهرين من السيطرة على الطرق الرئيسة والتقاطعات المهمة في بغداد. اليوم الذي يتجول في بغداد يرى كيف أن هذه الأجهزة الأمنية مصابة حقيقة بالهلع، فهي تطوق ساحات خالية أصلا من المتظاهرين تحسبا لمنع تواجدهم أو محاولة تجمع المتظاهرين في هذه الساحات، كما يحدث في ساحة معرض بغداد الدولي وغيرها من التقاطعات المهمة في بغداد. هذا من جانب. من جانب آخر، كنا متواجدين في ساحات التظاهر في ساحة الطيران وكذلك عند طريق محمد القاسم، وشاهدنا كيف أن قوات مكافحة الشغب كانت تتعامل مع المتظاهرين السلميين العزل من كافة أشكال الأسلحة وكأنهم أعداء حقيقيون مسلحون. كان هنالك رمي حي بالرشاشات،
وايضا كان هنالك رمي بقنابل المسيلة للدموع، وهذه المرة شاهدنا أنواع مختلفة وجديدة من هذه القنابل يصل طولها إلى أكثر من 15 سنتيم. هذه القنابل كانت تطلق باتجاه الرأس والصدر، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى وأيضا سقوط أكثر من 8 شهداء. ابقى معي يا أحمد، سأعود إليك بعد قليل وتصحيح صغير فقط. نعم هي مهلة الناصرية لكن تطورت لتصبح مهلة الوطن. دكتور جاسم، لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تتحدث عن أكثر من 10 شهداء وأكثر من 150 جريح. أن تواجه آلة قمعية حكومية وميليشياوية بصدر عار، أنت حقيقة مجازف. أن يراهن على سلمية التظاهرات وتبقى مستمرة في هذا الإطار، هل تعتقد أنه خيار صائب ولماذا الإصرار عليه؟ يعني معلوم أن الثورات في كل تاريخ البشرية منذ عصور الجاهلية مرورا بالثورات الكبرى، مرورا بالثورة الفرنسية، مرورا بالثورات الأخيرة ومنها ثورة 20 وإلى الثورات التي مرت على العراق في السنوات الأخيرة، لا توجد ثورة مجانية. يعني ما من شك أن الثورة كما تعلم هو فريق يحاول إنهاء حالة فريق آخر، وبالتالي لا شك أن الفريق يعني الذي يحاول أن يقضي على الفريق الآخر ستجد مواجهة بين فريقين، ولا شك أن هذه المواجهة ستقود إلى دماء، إلى قتلى، إلى جرحى. الحالة العراقية اليوم نحن نتحدث عن شباب عراقي واعي، واعي بشكل يعني أذهل الجميع. حينما نتابع شباب العراق وهم يخرجون على التلفاز يتحدثون لبعض القنوات العراقية، تجد أن المفردات التي يتعاطونها تدل على وعي وثقافة. يعني لا نتحدث عن كما قالت الحكومة عن عاطلين عن عمل، من الفاشلين في الدراسة وغير، هذا الكلام غير صحيح. ذلك لأننا نتحدث عن شباب واعي يعرف ماذا يقول، ماذا يريد، أين هو ذاهب، وبالتالي هذه حالة الوعي هي التي جعلت هؤلاء يؤمنون أن الحالة السلمية هي الطريق الذي يوصل إلى الأهداف، على الرغم من أنه من الطرق الطويلة. يعني تعلم جنابك أن السلمية لا يمكن أن تحسم القضية في العراق بين ليلة وأخرى، ذلك لأننا أمام فريق اللي هو الفريق الحكومي المدجج بالسلاح والميليشيات والمال والرجال. لا يمكن أن نتصور في ضوء الحالة قائمة أن هؤلاء يمكن أن يسلموا الحكم إلى الجماهير. صحيح. وأن يقول لهم تفضلوا وهاتوا. صحيح. أي شخصية من طرفكم يمكن أن يحكم العراق، وبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى ضغط سلمي أكثر وتواصل. اليوم دخول يعني شباب العراق من الجامعات بهذا الكم هذه حالة إيجابية. بالأمس دخول محافظة ديالة على طريق وبقوة على طريق المظاهرات، هنالك أكثر من شهيدين في ديالة، هناك من يقول 3، هناك من يقول 2، وأكثر من 25 جريح. هذه الحالة كلها تدعم الحالة الداعمة للسلمية والمربكة للحكومة. وبالتالي أتصور أن طريق السلمية هو الطريق لإنقاذ العراق من الحرب الأهلية. إننا إذا دعونا إلى حالة رفع السلاح بوجه القوات الأمنية، هذا يعني إحنا دخلنا في حرب. صحيح. أهلية، وبالتالي من يريد أو يدعو إلى حالة اللاسلمية في العراق هذا يدعو إلى حرب أهلية. وحينما ندخل في حرب أهلية حتى لو انتهى نظام الحكم القائم في العراق، أعتقد أن الجميع سيكونون في حالة الخسارة، لأننا نتحدث عن أن القاتل والمقتول هو في كلا حالتين هو من العراقيين، ذلك لأن الفريق المالك للسلطة سينتقم من العراقيين. يعني نحن لا نقول أن هؤلاء أبرياء، لا، نحن نقول يفترض أن تنتهي هذه الحالة القائمة في العراق بطريقة سلمية، ويقدم هؤلاء إلى محاكم عراقية هي التي تحكم بمصيرهم. أما أننا ندعو إلى رفع السلاح، فأعتقد هذه حالة كارثية على العراق، ستؤدي إلى حرب أهلية. نعم. ثم ستؤدي إلى تقسيم العراق. نعم. وربما ستعيد انتشار قوات الأجنبية ثانية، وسندخل ربما في مرحلة نترحم فيها على أيام ما بعد 2003. نعم. وهذا الأمر لا أعتقد أن أي محب للعراق يمكن أن يدعو إلى هذه الحالة، وبالتالي نحن نأمل
من شباب العراق أن يصمدوا أكثر على الرغم من كل الضغوطات، على الرغم من كل القتل، على الرغم من كل التضحيات. هذه حالة يعني نادرة في العصر الحاضر، على الرغم من أنه غالبية شباب الأمة هم ملتهون بال يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، نجد أن شباب العراق يبنون الوطن، يبحثون عن وطن، وهذه حالة سيسجلها التاريخ أن شباب العراق هم الذين أعادوا بناء الدولة العراقية في مرحلة ما بعد 2003، على الرغم من كل إمكانيات الداخلية والخارجية التي كانت تدعو إلى تهميش حالة الدولة أو بناء حالة اللا دولة. وبالتالي أتصور أن التاريخ سيكتب بماء الفخر والاعتزاز والذهب أن شباب العراق سطروا ملاحم من الرجولة والبطولة والتضحية من أجل العراق لم نرى مثلها في العصر الحديث. لأننا حينما نعود إلى هذه التضحيات ربما هنالك من لا يعني يمكن أن يتقبل هذه التضحيات سوى موجودة في غزة مع مواجهات الكيان الصهيوني، هذه الحالة فقط مع عدو. وبالتالي القوات الأمنية اليوم مع الأسف في العراق تتعامل مع المتظاهرين كأنهم من دولة أخرى، وهذه حالة تدعونا أن نصر على سلمية المظاهرة. سنبقى في جزئية السلمية التي أشرتم إليها دكتور. نعود إلى ضيفنا عبر الهاتف من بغداد أحمد الجميلي. الحديث عن هذه السلمية تجلى في مناشدة المتظاهرين لمنظمة الأمم المتحدة للتدخل لوقف هذا القمع الذي ترتكبه ضدهم القوات الحكومية. إلى أي مدى تتوقع أن تكون هنالك استجابة من قبل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات؟ حقيقة يعني حتى هذه اللحظة دور الأمم المتحدة دور ضعيف تجاه ما يحصل في العراق. اليوم لدينا أكثر من 650 شهيد والآلاف من الجرحى، وحتى هذه اللحظة ما زالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تجتمع مع أقطاب الحكومة وكأنهم ممثلون شرعيون للحكومة، على الرغم من أنها قدمت بعض البيانات التي كانت في صالح التظاهرات، لكن هذه البيانات كانت مجرد حبر على ورق. اليوم المتظاهرون في بغداد وفي بقية مدن العراق يتطلعون إلى دور أكبر للأمم المتحدة باعتبارها راعية السلم والأمن الدوليين، وأن ما يحصل في العراق هو يرتبط ارتباط وثيق بما يحصل في الشرق الأوسط من توتر بين الولايات المتحدة وأمريكا. وما يجري في العراق لن يقف عند حدود العراق فحسب، بل سيمتد إلى دول الجوار ودول أخرى ويصبح مشكلة دولية كبيرة. لذلك اليوم هنالك وعي لدى المتظاهرين بأنهم يلجؤون إلى طرق سلمية وطرق حضارية، على الرغم من آلة القمع الوحشي التي تمارسها الأجهزة الأمنية والسلطة وسلطة الأحزاب والميليشيات ضدهم، لكنهم مصرون على خيار السلمية ومصرون على أن يكون هنالك دور للمنظمات الدولية وللأمم المتحدة من أجل التدخل والالتفات لمعاناة الشعب العراقي، وبأن هنالك شعب يقمع تحت سلطة وهيمنة ميليشيات وأحزاب مدعومة من إيران وغيرها من الدول. الصحفي أحمد الجميلي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لكم. في سؤالي الأخير لك دكتور جاسم الشمري، طبعا هناك من يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران متفقتان على إبقاء العراق دولة ضعيفة فاشلة، رغم ما نراه الآن من أحاديث عن انتهاء التخادم بين الدولتين ودخولهما في مرحلة صراع داخل العراق، لكن هذا لا يمنع أنهما يريدان إبقاء العراق على هذه الشاكلة. هل الولايات المتحدة ستترك الباب مفتوح أمام إيران لتتحكم بأدواتها وتستمر بإبقاء العراق في هذه المرحلة الضعيفة؟ يعني مرحلة التخادم بين الولايات المتحدة وإيران أعتقد أنها انتهت باغتيال قاسم سليماني. يعني قبل هذه المرحلة أنا كنت أقول دائماً، وربما اليوم هنالك تخادم بشكل أضعف، يعني كان يعني التخادم على أوجه في مرحلة ما قبل الاحتلال ثم مرحلة ما بعد 2003، ثم اليوم بعد مقتل قاسم سليماني
هنالك من يقول أن مجتبى الخامنئي هو من المرشحين لأن يكون خليفة لوالده المريض بالسرطان، وربما هنالك تم الاتفاق على تصفية قاسم سليماني لأنه من أقوى الشخصيات المرشحة لي أن يكون الشخصية الأولى في إيران، وربما هذا الكلام فيه جانب من الصحة، لكن نحن نتحدث عن الواقع. الواقع يقول أن أمريكا قتلت أكبر شخصية إيرانية في الشرق الأوسط، ثاني شخصية بعد المرشد على علي خامنئي، وبالتالي نبعد نظرية التخادم ونقول بالواقع أن هنالك صراع ما بين واشنطن وإيران. لكن السؤال أين هم زعماء العراق بين هلالين الذين يقودون العراق منذ عام 2003؟ رأيناهم كيف أنهم في البرلمان بعد مقتل قاسم سليماني أنهم قالوا يعني نعم نعم سليماني، يعني هذا الترديد هذا الشعار معيب، يعني أنت يمكن أن تردد نعم نعم سليماني في طهران، هذا من حقك، أما أن تأتي في داخل برلمان العراق وأنت تمثل الشعب العراقي وتهتف نعم نعم سليماني، هذه إشكالية كبرى في ولاء هؤلاء للعراق. إذن القضية هي في يعني وجود مثل هؤلاء على سدة الحكم في العراق. اليوم هؤلاء الذين يحكمون العراق هم في قمة التوحد فيما بينهم ضد الشعب العراقي، وهذه حالة تؤكد، يعني نحن قبل هذه المظاهرات كانت مناحرات ومناوشات وبيانات متضاربة ما بينهم، أما اليوم رأينا حالة التلاحم الكبرى ما بين كافة التيارات والمكونات والأحزاب والشخصيات ضد من؟ ضد الشعب العراقي. هذه الحالة تؤكد أن هنالك اتفاق مبدئي ما بين هؤلاء على أن يبقوا حالة اللا دولة التي نجحوا في تكوينها في العراق بعد عام 2003، وبالتالي من يريد أن يقود العراق إلى حالة الدولة عليه أن يدعم المظاهرات. أنا هنا أشير إلى نقطة ضرورية في قضية المظاهرات القائمة في العراق، وهي قضية أن مثلا الأمين العام للأمم المتحدة هو موظف، لا يمكن حتى أن يتهم الحكومة العراقية، لا يمكن أن يقول أن حكومة بغداد مجرمة، وإنما يقول أن حكومة بغداد ارتكبت الجرم الفلاني في المكان الفلاني، لأنه يفترض أن يبقى على حياة. الخلل أين؟ الخلل في المجتمع الدولي الذي حتى الساعة هو معترف بحكومة بغداد، وبالتالي المشكلة نحن أمام حكومة معترف بها حتى الساعة. هذه الإشكالية الكبرى في قضية مظاهرات عراقية، شعب ثائر في أغلب مدن العراق وحكومة ما زالت حتى اللحظة معترف بها، وهذه الحكومة المعترف بها بين هلالين تقتل شباب العراق. ومن هنا يفترض أن نسعى ونردد دائما بضرورة أن ندعو إلى سحب الشرعية من حكومة بغداد حتى نوجد الأرضية القانونية لنجاح هذه المظاهرات. أما بقاء شباب العراق بهذه الحالة يعني من السفك لدماء شباب العراق وعدم وجود داعم لهم من الداخل من الإقليم، هذا القضية خطيرة، وبالتالي يفترض بنا كإعلاميين أن ندعو ونردد دائما بضرورة أن نشجع دول العالم على سحب الشرعية من حكومة بغداد، لأن الشرعية هي جزء من الإشكالية الكبرى في بغداد. لأننا أمام حكومة قاتلة عراقيين، والمشكلة الأبرز اليوم هنالك حديث عن احتمالية عودة عادل عبد المهدي، وكأن عادل عبد المهدي هو حمام السلام ولم يقتل أكثر من 100 مواطن عراقي ويجرح أكثر من 25,000، وعليه أنا أتصور على الرغم من كل هذه الإشكاليات الموجودة أن شباب العراق ورغم كل التجاهل الدولي سيصلون إلى الضفة الأخرى من بغداد. نحن اليوم صار قضية كيفية الوصول إلى الكرخ، أعتقد أن الوصول إلى الكرخ قريب جدا إن شاء الله بتلاحم وتكاتف جهود كل الخيرين بما فيهم الإعلاميين والنخب وشيوخ العشائر وعلماء الدين. ومن يتخلى عن هؤلاء أعتقد أنه يتخلى عن قضية مبدئية ودينية وأخلاقية كبيرة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا في استوديو الرافدين.